إذا تغير الموقف الأمريكي تجاه سوريا، هل من الممكن أن يتم إحداث تغيير في سوريا؟ يعني أتصور أن وجود بشار أو بقاء بشار الأسد على منظومة الحكم وتثبيت الواقع إلى حالة سوريا كما ذكرت دولة فاشلة، هو أصبح عبء أيضا على كل المؤسسات والمنظومات الدولية. مجلس الأمن بات يعاني ويناقش فكرة تصدير الكبتاغون ومسؤولية النظام السوري بتصدير المخدرات، وأيضا الدول المحيطة في سوريا باتت تحدد يعني بشكل واضح وجلي موقفها من خلال هذا النظام واستمراره بتعاطي هذه الملفات وتجاوزات القانون. لذلك أنا أتصور أنه لا يوجد حل حقيقي للواقع في سوريا إلا بانتقال سياسي والخضوع للقرارات الدولية 211 8 2254، كون أن بقاء بشار الأسد سيتسبب بقنبلة موقوتة ستنفجر في وجه المنظومة والمنطقة في أي لحظة. أستاذ ياسر النجار المحلل السياسي السوري، أشكرك على التواجد معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول إليكم إلى حلقة جديدة من سوريا الآن. هذا عمرو الملكي يحييكم، دمتم في أمان الله.